السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قراءة الصف الرابع الابتدائي. نكمل مواضيعنا جولة في بلادنا الجميلة. طلبت من والدي أن يصحبني في جولة نزور فيها محافظات بلادنا في العطلة، فالسفر يجدد النشاط ويريح النفوس. زرنا المصايح في أربيل والسليمانية ودهوك، وأجمل ما رأينا الشلالات والدبكات الكردية والعربية. ثم التقينا أهل المدن والقرى في كركوكي وديالة، ومررنا بسهول الموصل وأراضي صلاح الدين وبوادي الأنبار وهضابها، وانحدرنا نحو الحلة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والسماوة والديوانية، وتعرفنا على أهل البصرة والعمارة والناصرية والكود. حدثنا الفلاحين في حقولهم والعمال في مصانعهم، وزرنا رجال الدين في مساجدهم وأديرتهم، وشاهدنا صيادي الأسماك في على شواطئ دجلة والفرات، وشط العرب وبحيرات دوكان والثرثار والحبانية وأهوار الناصرية والعمارة. وكلما التقينا جماعة شعرنا أن بيننا وبينهم قرابة، ولم نجد فرقا بين عراقي وآخر. كلهم متشابهون، أفراحهم واحدة وأحزانهم واحدة وأمنياتهم واحدة. أرجع أقرأ الموضوع. عندنا هون جولة في بلادنا الجميلة، يتحدث عن المحافظات من الشمال حتى الجنوب. طلبت من والدي أن يصحبني في جولة نزور فيها محافظات بلادنا. هذه الجولة لزيارة محافظات البلاد في أي وقت في العطلة، فالسفر يجدد النشاط ويريح النفوس. زرنا المصايف في أربيلة والسليمانية ودهوك، وأجمل ما رأينا الشلالات. ماذا يوجد في أربيلة والسليمانية ودهوك؟ الشلالات والدبكات الكردية والعربية. ثم التقينا أهل المدن والقرى في كركوكي وديالة، ومررنا بسهول الموصل وأراضي صلاح الدين ووادي الأنبار، هي محافظات العراق وهضابها، وانحدرنا نحو الحلة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والسماوة والديوانية، وتعرفنا على ماذا تعرف؟ على أهل البصرة والعمارة والناصرية والكوت. حدثنا الفلاحين في حقولهم والعمال في مصانعهم، تحدثوا مع الفلاحين وتحدثوا مع العمال. وزرنا رجال الدين في مساجدهم وأديرتهم، وشاهدنا صيادي الأسماك على شواطئ دجلة والفرات، وشط العرب وبحيرات دوكان، هل البحيرات موجودة في العراق في الدوكان والثرثار والحبانية وأهوار الناصرية والعمارة. وكلما التقينا جماعة شعرنا أن بيننا وبينهم قرابة، فصلة القرابة بيننا في العراقيين من الشمال حتى الجنوب، نحن صلة قرابة، ولم نجد أي فرق بين عراقي وآخر، لا يوجد فرق بين أي عراقي وآخر. كلهم متشابهون، في عندنا أفراحهم واحدة وأحزانهم واحدة وأمنياتهم واحدة. هاي تأشيرات عن الموضوع. نأتي إلى التدريب. الكلمات التالية ينتهي بعضها بتاء مفتوحة طويلة، وينتهي بعضها الآخر بتاء مربوطة قصيرة، صنفها بحسب الجدول. طلبت، وحتكون هذه تحت التاء المفتوحة. طلبت جولة هون التاء المتصلة الطويلة، جولة الكوت، أكتبها تحت التاء المفتوحة، السماوة عندنا هوني، الناصرية، الشلالات، وعندنا كلمة العمارة، دجلة، واحدة، الدبكاتي، الحلة، بحيرات، وقرابة
السدة الكردية وسيارة، وعندنا آخر كلمة هي أخت. إلى هنا انتهينا من موضوع جولة في بلادنا. الفيديو الآخر إن شاء الله سوف نأخذ التعبير الكتابي، وهو المحادثة واجبات الأبناء والآباء، هاي تأشيرات عن موضوع جولة في بلادنا الجميلة.